وينضم إلينا من القاهرة ياسر أبو سيدو، نائب رئيس المجلس الاستشاري لحركة فتح. أستاذ ياسر، أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية اليوم. كيف تقرأ هذا التحرك يعني وهذه الاجتماعات في القاهرة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار؟ إلى أي مدى من الممكن أن نخرج أو أن تخرج هذه الاجتماعات بقرار لوقف إطلاق النار؟ أولا أحييك وأحيي الإخوة المشاهدين جميعا. أختي العزيزة، نحن في مواجهة عدو، هذا العدو لا يؤمن لا بعدل ولا بقانون ولا بقانون دولي، وهذا العدو الذي يتلذذ ويتفنن في قتل الأطفال والنساء هو عدو لنا منذ أكثر من 100 عام، ولذلك كل ما يفعله في سبيل إخراج ما يسمى بالرهائن هو ليأخذ فرصة لكي يزيد بالقتل ويزيد بسفك دماء الفلسطينيين. ثانيا، نحن نحيي كل جهد عربي ودولي من أجل وقف سفك الدماء، وعلى رأس الأمة العربية مصر التي تفعل كل ما تستطيع من أجل وقف هذا النزيف في الشعب الفلسطيني. أختي العزيزة، إسرائيل وهذا الكيان الغاصب لن يتوقف عن القتل ولن يتوقف على ما يصبو إليه إلا إذا كسرت شوكته، وكسر هذه الشوكة ممكن بأكثر من وسيلة وأكثر من طريقة، لأن هؤلاء الناس لا يؤمنوا بالعدل كما قلت، وأنهم يكررون ما حدث في أريحة منذ أكثر من 3000 عام. بالتالي ليس أمامنا كشعب فلسطيني إلا الصمود وإلا الوقوف في وجه هذا البربري وهؤلاء البرابرة، لأن الشعب الفلسطيني يؤمن بأن هذه أرضه وهذا حقه، وهو ليس المحتل، المحتل هو العدو الصهيوني، وعلى هذا العدو الصهيوني أن يعرف أننا لن نرفع الراية البيضاء مهما فعل وحتى نصل إلى آخر شهيد. فهناك شعب عربي آخر اسمه الشعب الجزائري قدم أكثر من 1,000,000 شهيد، ونحن على استعداد لأن نقدم ما قدمه الشعب الجزائري وأكثر في سبيل فلسطين. نعم. كيف أرى ما يحدث في القاهرة؟ ما يحدث في القاهرة هو محاولة لكي ينقذ أبناءنا وشبابنا وأطفالنا في فلسطين، وثبت للإسرائيليين ولنتنياهو أنه بعد 150 يوم لم ينتصر ولن ينتصر، عفوا بعد 130 يوم من القتل ومن القصف ومن الدمار ومن التشريد لم يحقق أحد إحدى أهدافه فيما يسميه أهداف الحرب الطويلة، وهذه صفة من صفات هذا الشعب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني لن يموت، وإسرائيل تحاول أن تقتل الفلسطينيين منذ ما يزيد عن 75 عاما وحتى الآن تفشل. نعم. أستاذ ياسر، في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يتزامن أيضا التصعيد في الضفة الغربية، يعني هذا التصعيد في الضفة الغربية اليوم كيف يقرأ؟ وهل هو محاولة أيضا لتهجير أبناء الضفة الغربية إلى الأردن كما تحلم على الدوام يعني حكومة إسرائيل بتهجير أبناء الضفة الغربية إلى الأردن، وهذا المخطط الذي تسعى له؟ أختي، اليهود أو الصهاينة في الكيان الصهيوني في إسرائيل يرفعون شعارا يقولونه في كل مكان: الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت.
بمعنى أنهم يريدوا أن يقتلوا أو يتخلصوا من كل الشعب الفلسطيني، لأن وجود الشعب الفلسطيني في تصورهم وفي نظرهم هو نقيض لوجود الصهيونية على أرض فلسطين. لذلك أنا أقول دائما من يسعى إلى تحقيق حل دولتين، هذا الحل لن يكون إلا إذا هزمت إسرائيل هزيمة واضحة، لأن قيام دولة فلسطين يعني سقوط المشروع الصهيوني، وهذا ما يقاله أكثر من زعيم صهيوني بأنه لا يريد أن يرى دولة على أرض، على حتى جزء من أرض فلسطين. ونتنياهو ردد أكثر من مرة أن حل قضية الشعب الفلسطيني هو خارج إسرائيل، بمعنى أنه يريدنا في ربما في أوغندا، ربما في الأرجنتين، ربما في كندا، زي الإرهابي الوزير سموتريتش ما يدعي ويقول أني على الفلسطينيين أن يرحلوا إلى أماكن متعددة في هذا العالم، وسنساعدهم في سبيل الوصول إلى كندا وغير كندا، ونقول له هذه أرضنا وعليك أنت أن ترحل إلى كندا وغير كندا. ولذلك من البداية حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأكد على أن يعني على رفض التهجير للفلسطينيين مما سيشكل بالتأكيد تصفية للقضية الفلسطينية. كل شكر لك أستاذ ياسر أبو سيدو نائب رئيس المجلس الاستشاري لحركة فتح، كنت معنا من القاهرة.